الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله من علائم الامامة بمعنى ان الذي وصل اليه هذا السلاح كان اماما وقد ذكرنا ان علائم الامامة متعددة بعضها عام لجميع الناس كالنص حيث نص رسول الله صلى الله عليه واله علنا على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في واقعة الغدير وفي غيرها وكذلك نص على الإمامة وعلى الأئمة واحدا بعد الآخر وكل إمام سابق ينص على الإمام اللاحق وهناك نصوص عامة ونصوص خاصة بأساميهم ومن العلائم أن يكون أكبر أبناء أبيه الأحياء من غير عله، فحينما يتوفى الأب يستشهد، أكبر الأبناء الأحياء الذي لا عله فيه يكون هو الإمام، ومن العلائم الوصيه، ومن العلائم أن ينتقل إليه مواريث الأنبياء، ومن العلائم أن ينتقل إليه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ومثل السلاح في هذه الأمة مثل سلاح رسول الله كمثل التابوت في بني إسرائيل. التابوت الذي وُضع فيه موسى حينما كان رضيعاً وألقي في اليم. وبعد ذلك وضع فيه الالواح يعني التوراه هذا كان في بني اسرائيل تحمله الملائكه فاذا وضع ذلك التابوت بالاعجاز الرباني بامر غيبي عند بيت من بيوت بني اسرائيل كانت النبوه فيهم ثم رفع الله ذلك التابوت لانهم استخفوا به وسلط الله عليهم الاعداء الى ان جاءوا الى نبيهم وطلبوا منه ان يعين ملكا يقاتلون تحت لواء ذلك الملك في سبيل الله فعين الله لهم طالوت وارجع لهم التابوت تحمله الملائكه وقصته مذكوره في سوره البقره هذا كان في بني اسرائيل واما في هذه الامه فمثل سلاح رسول الله مثل التابوت. وهذا السلاح وصل الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بمعنى ان رسول الله صلى الله عليه واله في مرضه الذي توفي فيه اهدى هذا السلاح الى امير المؤمنين ضمن امور اهداها له. لأن الأنبياء يورثون لا فرق بينهم في هذه الجهة وبين سائر الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داوود وفي يحيى وزكريا قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي يعقوب. فالأنبياء يورثون كما يورث غيرهم. ورسول الله كذلك يورث فاملاكه الشخصيه تصل الى ورثته، من هم ورثته؟ فاطمه الزهراء سلام الله عليها. فالرسول صلى الله عليه واله كان يريد ان يصل السلاح الى امير المؤمنين لا بحاله استثنائيه وتخصيص لقانون الارث. بحيث أنه لا يصل, لا يصل إلى وارثته فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويصل إلى أمير المؤمنين ما أراد ذلك التخصيص في حكم الله سبحانه وتعالى فلذلك قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهب ذلك السلاح ومجموعة من الأمور الأخرى ستأتي إن شاء الله في أحاديث قادمة وهبها لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وهكذا الائمه عليهم الصلاه والسلام قبل وفاتهم يهبون يهبون تلك المواريث وذلك السلاح الى الامام الذي يليهم لكي لا يشارك سائر الورثه فيه، صحيح هو الابن الاكبر للامام الذي سبقه لكن هو احد الورثه وهذا السلاح وهذه المواريث خاصه بالامام. بحيث لا يشاركه في غيره فلذلك بطريقة الهبة قبل الوفاة كان يصل إلى الإمام اللاحق وهكذا وهذا السلاح الآن موجود عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ودلت الأحاديث كما تلونا بعضها سابقا ونتلو بعضها لاحقا أنه من ضمن سلاح الرسول صلى الله عليه وآله درعان. أحد الدرعين هذا الإمام إذا لبسه يملأ جسمه ذلك الدرع، يعني الدرع يكون بقياسه بمقياسه. وهذه طريقة إعجازية، لأن الأئمة أحجام أجسامهم، يعني حسب التعبير اليومي، قياسات أجسامهم كانت مختلفة. لأن الأجسام المعتدلة حتى الآن تشوف ناس أجسامهم معتدلة لكن القياسات تختلف. الدرع الأول هذا علامة الإمامة، بمعنى أن أي إمام يلبسه يكون بحجم جسمه. وأما الدرع الثاني هذا بحجم جسم رسول الله صلى الله عليه واله بالضبط و لا يكون بمقياس سائر الأئمة إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لذا الأئمة الماضون كانوا يلبسونه إما كان أطول منهم وإما أقصر أما بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو بقياسه كاملا وهذا علامة أنه هو القائم بالأمر الذي يخرج بالسيف ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا زين عندما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر آيات الأنبياء معاجز الأنبياء وسائل هذه المعاجز تكون معه عصا موسى معه خاتم سليمان معه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله معه راية الرسول صلى الله عليه وآله معه إحدى رايات الرسول في بعض الأحاديث إذا نشرت كان النصر حليفا للجيش الذي يقاتل تحت هذه الراية، وبعد الرسول صلى الله عليه واله نشرت مرة واحدة في معركة الجمل نشرها أمير المؤمنين، و الله سبحانه وتعالى أنزل النصر على هذا الجيش يعني جيش امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في معركه الجمل لكن في سائر معاركه لم ياذن الله سبحانه وتعالى بنشرها وهذه الرايه ملفوفه غير منشوره الى ان يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فينشر تلك الرايه والله سبحانه وتعالى ينزل نصره وذكرنا في حلقات ماضيه ان الله سبحانه وتعالى جعل امور هذا الكون سواء الامور الطبيعيه او الامور الغيبيه حسب الاسباب والمسببات. مع قدرته التامه على تقدير وخلق المسببات بدون اسباب. لكن حكمته اقتضت ان تكون الامور عبر الاسباب والمسببات حتى الامور الغيبيه. نعم استثناء في بعض الاحيان بدون قانون الأسباب والمسببات يعني المسببات تحصل بدون الأسباب هذه حالات استثنائية زين الله سبحانه وتعالى يريد أن يبيد ما يأفكه السحرة حينما جاءوا ليغلبوا موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبيد ما يأفكون بدون أسباب لكن شاءت حكمته أن يكون ذلك عن طريق عصا موسى عصا موسى بالجانب الإعجازي لقفت كل ما كان يأفكه السحرة حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك أن يكون عبر السبب ولو سبب غيبي وكذلك بالنسبة إلى سليمان، الله سبحانه وتعالى سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له الطير، ولكن جعل له سببا وهو الخاتم، هذا الخاتم كان يضعه في إصبعه، والله سبحانه وتعالى كان يسخر له هذه الأمور وهذه الأشياء، مع قدرة الله سبحانه وتعالى على التسخير بدون سبب. اصلا أن قدره الله سبحانه وتعالى ان ينتقل سليمان من مكان الى مكان اخر بدون احتياج الى الريح. لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يكون هذا الامر الاعجازي بسبب وسبب غيبي. فحينما يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله سبحانه وتعالى يامره بان يسير على سيره رسول الله صلى الله عليه واله. لذا الامام المهدي حينما يظهر حسب سيرة الرسول يتحرك لا يخالف سيرة رسول الله صلى الله عليه واله لأنه الله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يتأسوا برسول الله فالأئمة هم أولى بالتأسي برسول الله من غيرهم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه واله وهو قال فليتأس متأسى بنبيه وإلا فلا يأمنن هلك وإنما الناس اضطربوا وخالفوا لأنهم تعودوا على خلاف سيرة رسول الله. في زمان الخلفاء الذين سبقوا، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تعود الناس على أمور لم تكن في سيرة الرسول وكثير من هذه الأمور كانت تلائم أهواءهم فلما جاء أمير المؤمنين مريدا ويريد تطبيق سيرة الرسول جزعوا من ذلك مثلا في معركة الجمل في معركة الجمل اجتمعوا وأطاعوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام فكان النصر حليفهم زين أرادوا غنائم وطبعا الحالة التي كانت عند العرب سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام أنه حينما كانوا يقاتلون قوما كانوا يغنمون زين هذا الحكم يجري إذا كان هناك قتال مع الكفار عندما تقاتل مع الكفار تغنم لكن حينما هناك بغاة من المسلمين هنا لا يجري حكم الغنيمة لا يغنمون لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يتصرفوا في أي شيء حتى قدر قدر يعني ليطبخ فيه لا يتصرفوا فيه اعترضوا أجوا عند أمير المؤمنين فأمير المؤمنين أراد أن يسكتهم ويبين لهم عله الحكم. زين شاف يتكلم معهم باي دليل ما راحوا يقتنعون. قال زين اذا نريد نقسم الغنائم، زين من الغنائم السبايا زوجة رسول الله صلى الله عليه واله عائشة هل نقسمها نجعلها ضمن الغنائم ام لا؟ هنا سكتوا. يدرون ان هذا الامر لا يمكن. زين بهذه الطريقة هم جواب إسكاتي لهم هم جواب إقناعي هم جواب واقعي أنه هناك فرق بين أن تقاتل كافرا أو تقاتل مسلما باغيا أمير المؤمنين صار على سيرة الرسول إذا الرسول اغتنم غنيمة في حروبه لأنه كانت مع الكفار أما إذا كانت مع المسلمين يعني الذين يتظاهرون بالإسلام يتشهدون الشهادتين ولو كانوا منافقين لا غنائم لذلك في معركة الصفين هذا الأمر أثر في كثير منهم زين أنا أروح أقاتل أقتل ما حصل شيء من الغنائم ما يصير لذلك جزعوا وخربوا النصر في صفين على كل حال فامير المؤمنين كان يسير على سيره الرسول صلى الله عليه واله الامام المهدي ايضا يسير على سيره الرسول واذا نشوف في بدايه امر الامام المهدي هناك بعض المعاجز فانما في قيام الرسول صلى الله عليه واله وغزواته واموره ايضا كانت بعض المعاجز الله سبحانه وتعالى انزل الملائكه في بدر ووعدهم ان صبروا ان ينزل الملائكه في احد لكنهم لم يصبروا وكان وعدا بشرط. فالامام المهدي حينما يظهر معه سيف رسول الله معه مواريث الانبياء الولايه التكوينيه التي كانت للانبياء ووسيلتها جعلها الله سبحانه وتعالى بعض هذه المواريث ايضا معه فحينما يظهر في حروبه يسير بسيره الرسول صلى الله عليه واله بسيره امير المؤمنين بس المشكله الناس ما يعرفون سيره الرسول المخالفون لا يعرفون سيره الرسول لانهم لم ياخذوا تلك السيره من اليد الامينه كثير من الموضوعات والاكاذيب والامور الباطله نسبت الى رسول الله صلى الله عليه واله فظنوا انها هي سيره الرسول صلى الله عليه واله، فلما يظهر الامام الامام المهدي يظهر بسيره الرسول، يشوفون هاي السيره يخالف ما وصلهم من احاديث موضوعه على رسول الله صلى الله عليه واله فيخالفونه. لكن الله سبحانه وتعالى ينصره وتظهر على يده المعاجز كما ظهرت معاجز على يد الرسول صلى الله عليه وآله وينصره الله سبحانه وتعالى فالقسم الأكبر منهم يهتدي لما يرى الحق وأما المعاند الذي يجرد سيفه يقاتل والذي لم يجرد سيفه يكون حالك حال كحال المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا في المسلمين في الظاهر ولم يكونوا معهم في الباطن، لكن لان الرسول صلى الله عليه واله كان حكمه مسيطرا عليهم كانوا يتظاهرون بالاسلام، وهؤلاء خلال فتره ينقرضون، وبعد ذلك حينما يعم الامن والامان والعلم والثقافه تعم العالم اجمع، عقول الناس ترتفع. الانسان له عقل موهبي هذا العقل الموهبي يحتاج له الى تنميه والتنميه تكون عبر التعليم والتعلم والا تشوف الان مثلا من بلد من البلدان المتخلفه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبلد من البلدان المتقدمه في هذه المجالات المواليد الذين يولدون في هذا المجتمع المتخلف وفي تلك الدولة المتقدمة لا فرق من حيث أجسامهم وأعضائهم وأمخاخهم وعقولهم زين ليش ذاك عقله يصير أكثر من هذا؟ لأنه هناك تعليم هناك تربية هذا التعليم وهذه التربية تنمي عقل الإنسان لان كل شيء الله سبحانه وتعالى وهبه للانسان قابل للتنميه نشوف بعض الناس شعراء زين الشعر قريحه مو كل واحد يقدر ينشئ الاشعار قريحه زين اذا واحد تعب على هذه القريحه نماها شلون ينميها عبر انه يقرا القران يتامل في القران يقرا نهج البلاغه يتامل فيها يحفظ الاشعار زين يحاول هذه القريحة تنمى فإذا نميت هذه القريحة تشوف أشعارها تصير أفضل أجود عقل الإنسان هكذا زين في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الفترة الأولى في قتال الإمام عنده معاجز وعنده طريقة طبيعية يسير بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله ويسيطر على الكون على الارض يحكم كل الارض يحكمها بالعدل بنشر العلم بالايمان بالتقوى زين الناس عقولهم ترتفع ولعل هناك جانب غيبي ايضا يكون في ذلك الله سبحانه وتعالى ينمي تلك العقول غيبيا لكن الظاهر ان التنميه تكون عبر الطرق الطبيعيه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الأسباب. وجعل الطرق الإعجازية حالة استثنائية. لذلك إذا الأسباب الطبيعية لم تكن قاصرة، حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن لا تكون هناك أسباب غيبية. فلذا الإمام عندما يظهر معه سلاح رسول الله، معه رايته، رسول الله صلى الله عليه واله وسائر مواريث الانبياء ويملأ الارض قسطا وعدلا في البدايه الناس يعارضون لكن اكثرهم يهتدي بعد ذلك والذي لم يهتدئ قلبه بعد فتره ينقرض وينتهي كما كان في زمان الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى يقول في القران اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، زين كثير منهم دخلوا في دين الله لكن لم يستمكن الايمان في قلوبهم، قالت الاعراب قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اذا كانت فرصة حكم الرسول صلى الله عليه واله تمتد لفتره طويله او كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام يستلم الحكم الظاهري بعد رحيل الرسول صلى الله عليه واله لكان الناس يتربون تربيه صحيحه وكان النفاق ينتهي او يصير قليل جدا لكن المشكله هؤلاء لما يدخل الايمان في قلوبهم اسلموا، الايمان ما استمكن في قلوبهم بعد ذلك ب سنوات قصيرة التحق رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى وجاء الخلفاء وكانت لهم سيرة تخالف سيرة الرسول صلى الله عليه وآله ولذا في يوم الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف قال لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. أمير المؤمنين لم يقبل. قال: بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيه. لأن سيرة الشيخين في كثير من مفرداتها تخالف سيرة الرسول صلى الله عليه واله، بل هي متناقضة. يعني سيرة أحدهما تخالف سيرة الآخر في كثير من المسائل. فالناس ما صارت فرصه لهم لتنمو عقولهم وليستمكن الايمان في قلوبهم الا القليل اما في زمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فحكمه يطول فلذا النظام عندما يكون نظاما صحيحا والحاكم عادلا و ماكو مخالفين يخربون هذا النظام الصحيح الناس تنمو عقولهم هسه اذا الجيل الاول ما صار الجيل الثاني الجيل الثالث وهكذا هنا في هذا الحديث في باب ما عند الائمه عليهم السلام من سلاح رسول الله صلى الله عليه واله ومتاعه في الحديث الثاني الامام الصادق يقول عندي سلاح رسول الله صلى الله عليه واله لا انازع فيه إن السلاح مدفوع عنه يعني الله سبحانه وتعالى حيث إنه جعله علامة للإمامة لا يدع هذا السلاح يقع في يد الغير. في حديث البزنطي يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لأن المأمون العباسي كان يعلم ان سلاح رسول الله صلى الله عليه واله عند الامام الرضا. فلذلك طلب هذا السلاح من الامام. الامام أعطى سلاح لكن لم يكن ذلك السلاح سلاح رسول الله صلى الله عليه واله لان ما لقابليه الماموم المامون ان يكون ذلك السلاح عنده لذلك البزنطي يقول سمعت الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول اتاني اسحاق فسالني عن السيف الذي اخذه الطوسي المقصود بالطوسي يعني المامون هل هو سيف رسول الله صلى الله عليه واله فقلت له لا انما السلاح فينا بمنزله التابوت في بني اسرائيل اينما دار السلاح كان الملك فيه يعني الامامه في بني اسرائيل النبوه في ال محمد الامامه ثم قال ان هذا الامر يصير الى من يلوى له الحنك. يعني المقصود الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا السلاح سيصل اليه والحكم سيكون له. يلوى له الحنك بمعنى انكار وجوده والاستهزاء به. الان اكو ناس ينكرون وجود الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويستهزئون بمن يعتقد بهذا الاعتقاد. طبعا هذا امر طبيعي لان الناس مختلفون وفيهم كفار وفيهم منافقون وفيهم من لا يفهم الادله. ليس وجود الامام المهدي، وجود الله سبحانه وتعالى هناك كثير ينكره، الملاحده ينكرون وجود الله. مع ان وجود الله من ابده البديهيات. أفي الله شكٌ فاطر السماوات والأرض، ما في شك، لكن نشوف واحد دكتور مهندس بروفيسور ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأن حالات نفسية وحالات الظلم الذي كانت في أوروبا القرون الوسطى حيث كان ال بابوات يحكمون باسم الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يفعلون من الظلم وانتهاك الحرمات والأمور الأخرى أيضا الإله الذي يعرفه النصارى في انجيلهم هذا لا يمكن أن يكون إلها واحد يتصارع مع يعقوب مثلا هذا رب العالمين بعد أن يظهر بشكل عيسى كما يزعمون ثم يقتل هذا ما يمكن أن يكون رب العالمين زين فهذا الدكتور البروفيسور كذا ينكر وجود الله مع بداهته لحالة نفسية أو لأجل أن النصرانية تعرض رب العالمين بطريقة سخيفة جدا زين إذا هكذا ينكرون وجود الله ينكرون نبوة الرسول محمد هسه واحد يجي يطلع ينكر وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هكذا يوجد يستهزئ به هكذا يوجد كما يستهزئون بوجود الله سبحانه وتعالى على عقائد الحق صحة دليلها ووضوحها بل بداهة بعضها هذا لا يعني أن الناس أو كثير من الناس يتقبلها فيه خلل فيه جهل فيه حالة نفسية الله سبحانه وتعالى حول القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه من الواضحات القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تجد كثير من الناس يرتابون فيه لماذا يرتاب فيه؟ مع أنه لا ريب فيه هو بذات لا ريب فيه واضح بس هذا الإنسان على عقله حجاب على قلب غشاوة لذلك لا يدرك هذا النور مثل واحد أعمى والشمس في رابعة النهار يقول لا وجود للشمس ليش لأني لا أراها زين ليش لا يراها لأنه هو أعمى المشكلة مو في الشمس المشكلة في بصر هذا وهكذا البصيرة على كل حال ينكرون وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلينكروا هذا لا يضر الحقيقة شيئا كما ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وذلك لا يضر الحقيقة في شيء إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك فاذا يلوى له الحنك يعني يحركون فكهم بحاله استهزائيه مثلا بالانكار فان كانت من الله فيه المشيئه لان الامر يرتبط بالله زين واحد يقول هل قد ظلم اكو بالعالم ليش الامام المهدي لا يظهر لكي يقضي على هذا الظلم؟ نقول لان الله سبحانه وتعالى لم ياذن له والامام المهدي عبد مربوب لله سبحانه وتعالى يطيع الله لا نفس الاشكال يرد من الملاحده، اذا الله موجود لماذا لا يقضي على هذا الظلم؟ هل هو قادر على ان يقضي على هذا الظلم؟ نعم، لماذا لا يقضي عليه؟ فاذا ليس بموجود، هذا شلون منطق سخيف؟ والله سبحانه وتعالى قد اجاب هذا المنطق السخيف في القران الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فلسفة الامتحان تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يؤخر المحاسبة إلى يوم القيامة. على كل حال فإذا كانت من الله فيه المشيئة خرج فيقول الناس. طبعا اكو اصطلاح في الروايات حينما يعبر عن مجموعة بالناس يقال الناس غالبا يراد بهم العامة المخالفون. فيقول الناس ما هذا الذي كان؟ احنا نقرا في كتبنا حول سيره الرسول صلى الله عليه واله نشوف هذا طريقته طريقه اخرى. لذا يستنكرون يعترضون ما يجي في بالهم ان ما وصلهم تحريف لسيره الرسول. الرسول صلى الله عليه واله يقول كثرت علي الكذابه او الكذابه يعني الجماعه التي تكذب. فوضعوا احاديث كثيره ومشوها على الناس وتصوروا انها صحاح وتصوروا ان هذا هي ان هذا هو سيره الرسول صلى الله عليه واله. عندما يظهر الامام المهدي الامام المهدي يظهر بسيره الرسول الحقيقيه يشوفون هذا يخالف ما يعتقدونه فيستنكرون في البدايه. لكن الامام المهدي لكن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يسيطر وتظهر على يده المعاجز يبين الحقائق عقول الناس ترتفع البراهين يعرفونها فيهتدي أكثرهم لذا يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ويضع الله له يدا على رأس رعيته هذا مثل ذاك الحديث اللي قرأناه في كتاب التوحيد في كتاب العقل إذا قام قائمنا الإمام الباقر يقول وضع الله يده على رؤوس العباد، يده يعني يد الله سبحانه وتعالى بمعنى قدرته او وضع يد الامام المهدي الضمير يحتمل ان يرجع الى الله او يرجع الى الامام المهدي. وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم. ايضا الاحلام بمعنى العقول. الشاهد ان سلاح رسول الله صلى الله عليه واله. عند الأئمة وعند الإمام المهدي والله سبحانه وتعالى يجعله سببا للناصر وللغلبة على الأعداء هناك أحاديث أخرى نتركها في حلقة إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين